نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. شكون اللي تعطيه يحط الرتبة الأولى من ناحية أحسن أداء بالنسبة للفريق الوطني خلال هذا الدور الأول؟ ولا هو دابا واحد الساعة ما كاينش شي ماتشات اللي تلعبوا بحال الماتشات تاع المنتخب الوطني. لا بالنسبة للاعب. اللاعب عندنا احنا في شكون اللي تيحط الرتبة الأولى؟ هو المرابط. مرابط خصو مرابط والناس عزة عليه وما كاين غير آراء تيست آراء المنشطات تيقلبوا تيلقوا ما كاين غير زيت العود وخب الشعير. اش من باقي القاف أحسن لاعب حد الساعة هو اللي كاين دروك. شكون اللي يقدر يحط الرتبة الثانية في الأداء بالنسبة لك؟ ايوا هو كاين بوصوفا اللي هو يعني قديم ماشي شي واحد اللي نقوله جديد لان حتى جداد يقدر يعطيك ماتش ولا جوج ماتشات ولكن هذاك تنشوفوه من نهار جا وهو بروح وطنيه بطاعت بصح لحد الساعه ونتمناو خير ان شاء الله. سولناك شكون احسن لاعب ادى اداء في هذا الدور الاول؟ احسن لاعب كان ادى الاداء في هذا انا بالنسبه لي هو امرابط لانه امرابط تبارك الله عنده واحد الروح قتاليه تبارك الله في التيران تبارك الله عليه كان حتى هو في هذا الماتش هذا والماتش ديال الكوت ديفوار تبارك الله كان لاعب مزيان تبارك الله عليه وكما شفتوا راه في الماتش ديال الكوت ديفوار كان لعب دا ثلاثه ديال الجوره وباسا ومنه جا البيت ديال المغرب ضد الكوت ديفوار وفي هذا الماتش هذا تبارك الله عليه كان قتاليه شرف بالمنتخب الوطني. سولناك احسن لاعب في الفريق الوطني شكون اللي غترشح؟ احسن لاعب في الفريق الوطني عندي جوج لعابه عندي بوصوفا وامراب. امراب لاعب بالمستوى تيلعب بالروح نتاعو تيلعب بالروح في المنتخب. وبوصوفا؟ بوصوفا في الوسط تيتقاتل تيعجبني في التمريرات اللي تاعت اللعابه و حتى هو من احسن اللاعبين اللي عندي. الا سولناك شكون هو اللي تيحط المرتبه الاولى من اللاعبين المغاربه في غضون هاد ثلاثه المباريات اللي دازوا؟ هو اللاعب امرابط حيت تيلعب بالروح الوطنيه ولاعب محترف جدا. الا سولناك شكون اللاعب الوطني اللي عطى احسن اداء خلال الدور الاول شكون اللي كترشح؟ بالنسبة لي امرابط هو احسن لاعب في هذا الدور حيت تقاتلوا وبين الروح الوطنيه الحمد لله. ومن بعدو بعدو كاينين كاع اللعابه تقاتلوا داروا داك الشيء اللي عليهم هذا الشيء اللي بغينا بينا غير نشوفوا اللعابه تيتقاتلوا على القميص من اللعابه اللي كيبان لك بلال بلاء الحسن في خلال هذا الدور الاول هو تيبقى امرابط هو رجل افريقيا ماشي هذا ولكن كاينين لاعبين بحال حكيمي كل مشى علي من كون قدم حسن وكاين زياش اللي باقي شي شويه باقي بغى يعطي ولكن ما لقاش راسو هو ان شاء الله نتمنوا يلقى راسو في المقابلات اللعيب ان شاء الله اللي كتعطيه الرتبه الاولى من ناحيه الاداء في هذا الدور هذا واخا فاتني انا لاميطه الاولى نعطيها لزياش لاعب مونتاج لا كنهضر لك على الدور كامل ثلاثه اللقاءات اللي دازوا ما نقول لك بالضبط ولكن اللعابه كلهم عاجبيني صراحه كلهم كره مغربيه في المستوى الكسره ديالنا وعقل كيف قلتها لك سي رياض كي جاك الماتش وليدي زوين عجبك؟ تفرجتي فيه؟ فرحتي؟ الى سولتك شكون هو احسن لاعب اللي كتفضل في المنتخب الوطني؟ امراض علاش؟ صحيح واش اخر؟ قلت يلعب مزيان وتنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني مرحبا نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.